السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على إعداد سير العمل لمشروع بيم للـ MEB كهروميكانيكال. أول حاجة لازم يكون عندي تمبليت، لأن لو ما عنديش تمبليت هاخد وقت كتير جدا في عمل الإعدادات، فلازم يكون عندي تمبليت متظبط وفي الإعدادات كاملة وفي الحاجات اللي تساعدني إن أنا أبدأ شغل. تاني حاجة إن أنا أسيف التمبليت ده وحوله لملف مشروع في المسار بتاعه، تمام؟ يعني المشروع مثلا رقمه 1111، اشوف الفولدر فين اللي هيبقى فيه الشغل بتاعي اللي هو الورك بروجرس واحط فيه الملف. تاني حاجة هبدا اكتب المعلومات، بعد كده بعد ما اكتب المعلومات هبدا اربطه بالملف المعماري والانشائي، وبعد كده بظبط الحساب بتاعتي كيور كوردينيتس، بعد كده لو في فاميلي معينة بحتاجها خاصة بالمشروع دوت بعد ما درست المشروع ببدا احملها، وبعد كده ببدا اعمل كوبي مينيتور للحاجات اللي انا عايزها، وبعد كده ببدا اعمل اظبط الفيوهات بتاعتي حسب عدد الادوار وعدد الفيوهات اللي انا محتاجها والشتات اللي انا محتاجها، وبعد كده بعمل انيبل للورك شيرنج، ابدا اعمل الورك سيت او واقسمهم بحيث نبدا نعمل سنكرونايزيشن. طيب البيم تمبليت اللي احنا قلناه ده في الاول ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه الاعدادات الاساسيه اللي ما تخلينيش كل شويه اوقف شغل وابدا اقول لا ده فيه محتاج اغير الوحدات، محتاجه الدايمنشن شكله مش هو اللي انا عايزه، شكل السكشن مش هو ده اللي انا عايزه. ففي الاعدادات ديت، في الاعدادات الخاصه بالفاميلي الاساسيه للتكييف وللصحي للكهرباء. ممكن يكون المشروع عندي مقسمه للتكييف لوحده والبلومنج لوحده والفاير لوحده وكل قسم كهرباء لوحده، وممكن انا شايف ان المشروع كبير قوي فممكن انا اقسم التكييف لملفين، واحد مثلا للفنتليشن واحد للاي سي، وممكن اقسمه مثلا البلومنج يبقى لوتر لوحده والدريل لوحده والفاير لوحده والاريجيشن لوحده، تمام؟ فانا ببدا اتحكم اشوف ايه اللي انا هظبط التمبليت ازاي. بعد كده عذرا البروجكت انفورميشن بدخل اسم المشروع، اسم الكلاينت، اسم الشركات اللي موجوده في المشروع، اللوكيشن، رقم المشروع، كل المعلومات اللي انا محتاجها دي ببدا ادخلها، وببدا اقول للبرنامج البيلدينج ده هيبقى السيرفيس تايب بتاعته عامله ازاي، هنشتغل مثلا في هنشتغل ضغطات، يعني هنبدا نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها. البيلدنج كونستراكشن بتاعنا هيبقى ايه، التقرير نفسه عايزه يطلع ازاي، انا دور من الادوار ده هو دور الجراوند، عندي فيسز ولا لا، ابدا اشوف مثلا هل في حاجه معموله فعلا ولا كل المبنى جديد ولا هنبدا نشتغل على كذا مرحله. وبعد كده ببدا اسلم المعماري، ممكن المعماري ما يكونش مخلص شغل بس في حاجات اساسيه ما ينفعش ابدا بيها غير لما المعماري يديها لي، زي مثلا الفلور، زي الليفل، زي السلاب، الوول، السيلينج، البلومنج فيكتشر لو احنا اتفقنا هو اللي يحطها لازم تكون موجوده قبل ما ابدا الشغل بتاعي. وبعد كده ببدا اسحب الشغل المعماري، بعمل له بقى لينك ريفت واختار اورجنت اورجن، وببدا اظبط الفيوهات بتاعتي على الفيوهات بتاعته واعمل كوبي مونيتور للشغل، وببدا اظبط الفيوهات والشيتات، وببدا اظبط بقى موضوع الورك شيرنج واشوف هنبدا نقسمهم ازاي، لان ممكن تقسمهم حسب الاشخاص كل واحد يعمل الورك شيرنج بتاعته، او حسب السيستم، او حسب الادوار، حسب طبيعه المشروع وحسب فكره المشروع. كل الحاجات دي بنبدا ناخد فيها قرارات حسب ما احنا بنشوف هل المشروع كبير صغير، مسؤولين في الوقت، محتاج تنظيم، الفريق منظم فمش محتاج الموضوع دوت. بنبدا برضو نظبط الدوك سيتنج لو في اعدادات مختلفه شويه عايزين نضيف بعض المقاسات بنبدا نظبطها. وبعد كده بندخل ان احنا نعمل السكيماتيك ديزاين، بيبقى عندي السيرفيس نفسها بنعمل سكيماتيك دايجرام عشان نعرف فكره المشروع هتبقى عامله ازاي، وعلى اساس نبدا بقى نشتغل. لو المشروع موجود كاد قبل كده بنبدا نسحب لينك كاد ونبدا نشوف اللوح نفسها، نبدا نحول الكاد ده لبيم لو مش معمول، وبنبدا نصمم في قلب الريفت وده افضل، بنبدا بقى نشتغل، نبدا نشوف على المعماري كده الشغل بتاعنا هيتعمل ازاي، وبنبدا بقى ندخل في الاعدادات بتاعه البيلدنج. طيب اللوكيشن، كل المعلومات اللي احنا محتاجها. ممكن تعتقد ان هو بيملى معلومات، لا هو مش بيملى معلومات، هو المعلومات دي بتفيده في الحسابات بعد كده،
فلازم ندخلها صح. لان لو انت مثلا دخلت قطر بدل مصر هتلاقي الاعداد اختلفت شويه والحسابات ما بقتش مظبوطه. تمام. وبنبدا بنحط بقى هو بيبقى عامل الروم في المعماري، فبقول له فعل الروم، وببدا بقى اقول له حط السيرفيس بتاعتنا، وبعد كده احط الزون على اساس ان احنا هنبدا نعمل الحسابات بتاعت كل غرفه، وعلى اساسها بنبدا نشوف محتاجين كام مكنه ومحتاجين كام مخرج للهواء، ونبدا نوصل بينهم ونبدا نظبط الشغل بتاعنا. وطبعا الكوبي مونيتور اللي احنا بنستخدمه بنبدا نشوف ايه اللي انت محتاجه فعلا، يعني الليفل ده اساسي مثلا في ان انت تسحبه عندك. الجريد حسب، لو انت عايز حكم في الجريد اكتر فبتسحبه وتخفي المعماري وهكذا. لو هو حاطط مثلا الايرتر من عنده او اللايت فيكسشر عنده، ممكن تسحبها عندك وتخليها عندك وهو مسحها من عنده، بعد كده تسحبها تاني، لان هو في الاول بيبقى محتاج ان هو يظبط الاماكن بتاعتها. وانا ببدا احط المخارج بتاعتي، يعني مثلا في التكييف ببدا احط الاير تيرمينال، في الفاير ببدا احط السبرينكلر، واظبط الاماكن بتاعتهم قبل مع اللايتنج، بحيث قبل ما ابدا اوصل بينهم، لان بعد ما توصل وتيجي تتحرك بتلاقي الموضوع صعب. فلما تحط الاماكن دي وتظبط الاماكن بتاعتهم، سواء انت عملتها انت او المعمار اللي عملها، ده بيسهل كتير في الشغل. وبتبدا بقى تحط البلامنج فيكتشر او المعمار يحطها حسب الاتفاق وحسب المشروع، وبعد كده تبدا توصل مثلا في البلانك فيكشر بنبدا نوصل الصرف، ولما توصله كله تبدا بقى تحط الفنت. يعني الفنت ده في الاخر خالص بعد ما تكون استقريت، وبعد اصل انت بتوصل وبعد كده تبدا تعدل، في تعديلات غصب عن الواحد بيعملها، فبتخلي التعديلات دي في الاخر.